رحلة في أعماق الكون، الفضاء، برعاية وكالة الفضاء الأوروبية. هنا في سهول كازاخستان الواسعة قاعدة بايكونور الفضائية، إنها شاطئ الكون كما أطلق عليها رواد استكشاف الفضاء الروس. نشاهد سويوز في مشهد جميل لمركبة فريدة من نوعها. إنه إبداع، عمل فني وتاريخي أيضا، فمن النادر جدا إيجاد كل هذه المواصفات الكبيرة في عمل واحد في مجال الفضاء. سويوز أسطورة حقا. هذه الأسطورة ستفتح صفحة جديدة من مسيرتها الطويلة. في المركز الفضائي غيانا يعمل الفنيون الروس على المركبة الفضائية سويوز، فهذه الأسطورة ستصبح استوائية. لقد كبرت مع سويوز. إنه انطلاق سبوتنيك، انطلاق غاغارين. علي أن أقول أن رؤية سويوز وهو ينطلق من غويانا الفرنسية أمر لم أتخيله أبداً قبل 10 سنوات. لقد أصبح الآن حقيقة. في العام 1957 راقب العالم مندهشاً إطلاق أول قمر صناعي سبوتنيك في الفضاء. إنه لم يكن سويوز الحقيقي الأول بعد. في العام 1961 حلق أول رائد فضاء سوفيتي يوري غاغارين سفينته الفضائية فوستوك، أطلقت قمرا صناعيا يحمل نفس الاسم. إنها مركبة تحلق منذ أكثر من 50 عاما، ولغاية الآن أطلقت أكثر من 1700 صاروخ بنسبة فشل قليلة للغاية. إنها أنجح مركبة إطلاق حتى الآن. صمم غوريولوف مركبة الفضاء سويوز للرحلات المأهولة، الكبسولة الفضائية التي تحمل نفس الاسم وفيها 3 رواد فضاء أصبح لهم مكانة كبيرة في العمل على رحلات تاريخية كمحطة مير الروسية بين عامي 1986 و2001، ووضع الأمريكان من جانبهم نظاماً خاصاً بهم هو مكوك الفضاء. مع أن هذه المركبة الفضائية قد استخدمت قبل مكوك الفضاء الأمريكي ب20 عاما تقريبا، توقف مكوك الفضاء الأمريكي في يوليو تموز، بينما ما زالت سويوز تعمل. إنها آخر مركبة تحمل رواد الفضاء إلى المحطة الدولية. الرحلة المأهولة هي واحدة من إنجازات سويوز. بفضل مرونة التصميم تعد وسيلة لإيصال رجال الفضاء ومعدات إلى متن المحطة الفضائية الدولية، مهمة يشترك بها مع ATV الذي أطلقه صاروخ أريان. من المهام الأخرى للمركبة الفضائية الروسية إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء لأغراض تجارية أو علمية. هذا الجانب الأخير هو السبب في إطلاق مشروع مشترك ينطلق من غويانا الفرنسية. التسويق التجاري لسويوز من قبل الصناعيين الروس يعود إلى التسعينيات. من الواضح أن وكالة الفضاء الأوروبية قد أصبحت زبوناً مهماً لسويوز، لأنها فضلت استخدام سويوز من قاعدة أوروبية بدلاً من قاعدة في كازاخستان. العامل الثاني هو أن أريان سبيس استخدم قاذفة واحدة، ويمكن لأريان وأريان سبيس الاستفادة من وجود قاذفة كبرى وأخرى متوسطة لاستخدام متوازن. في العام 2003 تم توقيع الاتفاق التاريخي بين فرنسا وروسيا لتنفيذ برنامج تطوير سويوز في غويانا الفرنسية. هذا الاتفاق يمثل بداية لأعمال بناء البنية التحتية في موقع سين ماري على بعد 13 كيلومترا من مقرات أريان في غويانا الفرنسية.
يقع بالقرب من خط الاستواء، حيث يساعد هذا الموقع على تحسين المهمة. كانت الفكرة إنشاء قاعدة لانطلاق مركبة سويوز من غويانا الفرنسية، فحمولة المركبة عند انطلاقها من قاعدة بايكونور تبلغ طنين فقط، في حين يمكن أن تبلغ 3 أطنان عند انطلاقها من محطة غويانا. على امتداد نهر الفولغا وعلى بعد 860 كيلومتر من موسكو، عاشت مدينة سامرا على إيقاع السفر إلى الفضاء. في هذا المكان مصانع تيسكب التي أنتجت حوالي 60 مركبة إطلاق سنوياً في الثمانينيات، من ضمنها سويوز، لتنقل بعد ذلك بالسكك الحديدية وبحراً إلى الميناء الفضائي الأوروبي في غويانا الفرنسية. من أجل أن تكون مركبة سويوز متناسبة مع قاعدة غويانا، هناك 3 اختلافات كبيرة عن قاعدة بايكونور. الأول هو نظام التحكم الرقمي. بعد أن كان نظاما تمثيليا يعتمد على المصابيح وأشياء من هذا القبيل، ولكن يجب أن لا ننسى أنه صمم قبل 60 عاما. التحديث الثاني هو القبعة الكبيرة، فالذي يستخدم للانطلاق من قاعدة بايكونور مزود بغطاء قطره 3 أمتار وطوله بين 5 و6 أقدام. هنا لدينا قبعة طولها 11 مترا، إنها طويلة جدا، بذلك بالإمكان وضع الأقمار الصناعية. التحديث الثالث، قمنا بتطوير طبق مداري إضافي يدعى فريغات، ويوضع بين القاذفة والأقمار الصناعية، وهو يتيح وضع القمر الصناعي في مكانه الصحيح بالضبط في المدار المستهدف. يمكن التحكم بفريغات بفضل محركاته المستقلة، إذ لديه القدرة على توقيف وإشغال محركاته 20 مرة تقريبا. في هذه الانطلاقة الأولى من غويانا الفرنسية، سيوز ستقوم بمهمة سبق وإن قامت بها، وهي غالي ليو، نظام الملاح بالأقمار الصناعية التي وضعتها أوروبا. اليوم سيتم إطلاق أول قمرين صناعيين تشغيليين من سويوز، ولكن أيضا من غويانا الفرنسية، لذلك فهو حدث مزدوج، أول انطلاقة لسويوز وأول أقمار صناعية تشغيلية لغاليلو في المدار. فريغات سيحمل قمرين بوزن 700 كيلوغرام على ارتفاع 23,000 كيلومتر على متن غاليليو. بعد مرور 3 ساعات و50 دقيقة على الإقلاع، القمران سيتركان في نفس المدار، وبذلك ستكون المركبة سيوز قد أنجزت مهمتها. يجب أن لا ننسى أن تعقيد التقنيات المستخدمة أو في بعض الأحيان لمجرد سوء الحظ، يمكن أن تتعرض العملية إلى مفاجآت غير سارة. الفرق بين النجاح والفشل قليل جدا. مجرد مشكلة صغيرة يمكن أن تجعل من النجاح الكامل فشلا ذريعا. شارلوروا في أردن البلجيكية هو المكان الوحيد خارج مصانع سامرا. إنه نظام لتحييد سويوز في حالة وجود أي خلل في عملية الإطلاق. المصنع في عهدة مجموعة من النساء أمهر من الرجال، حين تكون المهارة اليدوية والدقة والتركيز هي القاعدة. استنادا إلى القانون الفرنسي، حين نطلق صاروخا إلى الفضاء يجب امتلاك القدرة على السيطرة على مساره، وإن حدث أي خطأ يجب علينا حماية الناس والمنازل وقاعدة الانطلاق. لذلك أضفنا إلى سويوز الروسي مجموعة من النسخ الاحتياطية، مهمتها إذا انحرفت المركبة عن مسارها بالإمكان إذن إيقاف المحركات بإغلاق منافذ خزانات الوقود. هذه المعدات هي قلب هذه المجموعة الاحتياطية لسويوز. في 14 من تشرين أول أكتوبر عام 2011، أبواب قاعة التجميع في موقع سين ماري ستفتح أبوابها للتمكن من تركيب فورغيت وتحميلها القمرين الصناعيين، عملية تختلف عن تلك التي تجري في قاعدة بايكونور. في غويانا أردنا القيام بعملية تختلف قليلاً، هذا يعني أن نضع على منصة الإقلاع القاذفة دون الأقمار الصناعية.
بعدها نضع حاجزا يعزل القاذفة عن الظروف الخارجية في غويانا، حيث الجو غالبا ما يكون ممطرا على العكس من بليزيتكس أو بايكونور. هذا هو سبب رغبتنا في عزل القاذفة وخصوصا الفريق الذي يعمل عليها، وبذلك فإننا نستطيع وضع الأقمار الصناعية في وضع عمودي على القاذف بعد نصبه. المهندس سيرغي غورولوف اعتاد على مرافقة القاذف سيرا على الأقدام مع الفنيين إلى المنصة الإطلاق. هذا تقليد تم احترامه في قاعدة سين ماري مع بعض مشاعر الفرح. أنا سعيد بشكل خاص لأنني أعمل في هذا المشروع منذ 15 عاما، وقد تحقق أخيرا مشروع حياتي. إنها لحظة تاريخية، رحلة سيوز الأولى خارج كوزمودروم الروسية، وأول إطلاق أجنبي من الميناء الفضائي في أوروبا لم يبقى سوى تثبيت فريغات والقمرين الصناعين على الطابق الثاني للمركبة. سيوز تختلف قليلاً عن المراكب الأخرى، لهذا فإنها عملية سترافقها مشاعر خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعرفون عالم الفضاء، الذين يحبون الفضاء ستكون المشاعر كبيرة. مركبة سويوز الأولى لم تنطلق بعد من غيانا الفرنسية، لكن برنامجاً من 17 انطلاقة بانتظارها. إنها بداية لمغامرة بشرية وتقنية بين الروس والأوروبيين الذين يعملون بانسجام تام لتحقيق هذا التحدي الاستراتيجي.